السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الثانوية العامة، يا أهلا وسهلا بكم. اليوم معنا صفحة تخص مادة الكيمياء على الفيسبوك للأستاذ محمود أحمد عبد اللطيف، مدرس كيمياء للمرحلة الثانوية والجامعات. الأستاذ محمود مشكورا هيقوم بحل كتاب. الأستاذ محمود بدأ بالفعل في حل هذه الأسئلة يوم الاثنين الموافق 19 فبراير 2018. بدأ بالباب الأول اللي هو العناصر الانتقالية والحديد، وكان فيه أكتر من فيديو، والفيديوهات دي بتتميز ان وقتها قليل عشان يسهل مشاهدتها، واحنا طبعا استأذناه ان بعد كل كام فيديو كده نجمعهم ونخليهم هنا في قناتنا على اليوتيوب. عشان كمان الاستاذ محمود قال مشكورا ان هو هيراجع منهج الكيمياء من البدايه، وعمل جروب على الواتساب عشان يستقبل الاسئله دي. رابط جروب الواتساب موجود في صندوق وصف الفيديو، وايضا هخلي لكم رابط صفحه الفيسبوك في صندوق وصف الفيديو. ممكن تتواصل مع الأستاذ محمود عن طريق الصفحة، أو لو لحقت المكان في جروب الواتساب.